أهلا بكم متتبعي هذه القناة العلمية مع الجزء الثاني من الموضوع المتعلق بعلاقة الطب الفيزيائي بجراحة العظام Orthopedic Physical Therapy. أتحدث في البداية عن نقطة مهمة جدا في هذا الخصوص في ما يخص علاقة الطب الطبيعي بجراحة العظام، وهو الأمر المتعلق بالكارديو بالمونري كونديشنينج، يعني اللياقة التنفسية والقلبية عند المريض. هذا الجانب مهم جدا، لأن المريض سيقوم، طبعا مريض العظام سيقوم بتمرينات ويتلقى معالجة فيزيائية حركية وطبيعية، يكون ضروري ما لائق من حيث وظائف القلب ووظائف الجهاز التنفسي لائق للقيام بهذه النشاطات الوظيفية والتمرينات الحركية والعلاج الفيزيائي. فضروري أن تكون التمرينات يعني ملائمة لجسمه ولسنه ولظروفه الصحية، وأيضا أن تكون التمرينات تصل إلى مستوى معين يضبطه الطبيب بالتنسيق مع المعالج، بحيث لا يزيد عن احتمال المريض، يكون في مستوى حدود الطاقة التي يتمتع بها المريض أو أكثر شوية. وأكيد أن هذه التمرينات تكون تعزز اللياقة البدنية عند المريض، تعزز الوظائف العضوية عند المريض، ولها تأثيرات إيجابية على العديد من الأنظمة والأجهزة في جسم الإنسان، ويجب أن تكون أيضا مبرمجة داخل العلاج الفيزيائي اللي بيحدد لمريض العظام لكي تعطي نتائج جيدة ولا تأتي بتأثيرات سلبية. هذه الشريحة تبين التأثيرات الإيجابية والمفعول الجيد لما يسمى بالكارديو بالمونري كونديشنينج، يعني CPC، على الجهاز الحركي، الجهاز الحركي يعني العضلات والعظام والمفاصل والأربطة والأعصاب. فنجد أن القوة العضلية تزداد، وقوة التحمل المريض عضليا أيضا تزداد مع هذه التمرينات الخاصة بوظائف القلب ووظائف الجهاز التنفسي. كذلك حركة المفاصل تتحسن ومرونة العضلات، يعني joint mobility ومuscle flexibility. أيضا نعلم أن هناك تنسيق بين العضلات والأعصاب، لابد من أن يتم تحسين هذا التنسيق، زيادة الكفاءة، نسميه neuromuscular coordination. هناك أيضا ما يسمى بالexercise tolerance and work capacity، يعني بحيث المريض مع استمرار العلاج الفيزيائي والCPC أو الكارديو بالمونري كونديشنينج يتحصل على الطاقة أكثر، ويتحصل على قابلية أكثر وقدرة على التحمل أكثر من خلال التمرينات ليقوم بمهنته في المستقبل. ودون شك أن هذه تحتاج كلها إلى regular control، يحتاج إلى أن المريض يفحص الطبيب المختص في مجال العلاج الفيزيائي بين الحين والآخر. أما بالنسبة لتأثيرات اللياقة الخاصة بالجهاز التنفسي والقلب اللي بيتحصل عليها المريض من خلال العلاج الفيزيائي والتمرينات الحركية، فطبعا بتكون فيه تأثيرات إيجابية على الدورة الدموية، سموها هيمو داينامكس،
بالإضافة إلى تحسين إنتاج الهرمونات في جسم الإنسان، يعني تحسين وظائف الغدد الصماء هرمون البرودكشن، وأيضا تحسين الاستقلاب أو الميتابوليزم، وتحسين الجلوكوز تولرانس وثيرويد أند لانج فانكشنز. هذه ك يعني تأثيرات إيجابية عضوية عامة في جسم الإنسان. لكن على طبيب الطب الطبيعي، الطب الفيزيائي، وكذلك المعالج الفيزيائي أن يضع في اعتباره أن هناك بعض التأثيرات لربما تكون سلبية لو زاد المجهود اللي بيقوم به المريض عن حد من ناحية وظائف التنفس ووظائف القلب. فلا بد من أن نراعي هذا في lifestyle risk factors. لما يكون مثلا المريض وزنه أكثر من اللازم، يعني عنده obesity، عنده سمنة زائدة، أو أن يكون مدخن، أو أن يكون يعاني من stress، من إرهاق، أو أن يكون مثلا إنسان مدمن على الكحول، مدمن على الخمر، أو يكون عنده ستايل لايف ستايل معين متعود عليه، يعني مثلا إنسان يجلس هلبة في مكتب قليل الحركة. ممكن يكون فيه ميديكال ريسك فاكتورز زي الديابيتس ميليتس، يعني مرض السكر، بيكون هايبرتنشن أيضا، ممكن يكون عنده هايبر ليبيديميا، ممكن يكون عنده هارت ديسيز، ريماتيك فيفر اللي بردوا بالنا منها، وأيضا أحيانا تكون جوانب أخرى من العادات اللي هو متعود عليها المريض. هناك جوانب مثلا وراثية، family history of heart deformity ولا heart disease، هذه بتكون برعيها الطبيب. ولهذا لازم اللي بيقوم بهالتنسيق هذا والتخطيط لابد أن يكون طبيب دارس طب، ما يكونش معالج فيزيائي فقط، ما عندهش دراسة أكاديمية طبية. طبيب العلاج الفيزيائي ولا العلاج الطبيعي اللي هو دارس الطب اللي عليه مسؤوليات أضخم وأكبر زي اللي ذكرناها عليها. طبعا سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العلمية والشرعية، من ضروري اللي يقوم يعني تحديد العلاج لازم يكون طبيب متخصص في مجال العلاج أو الطب الفيزيائي، أن يكون دارس طب ضروري بداية ثم تخصص في هذا المجال حتى يستطيع أن يقوم بتخطيط الجلسة، يضع خطة يصير عليها المعالج. كيف هي الخطة هذه؟ لازم هو بيضعها، والمعالج بحكم دراسته الفيزيائية هو اللي بينفذها، هو اللي بيسيرها الخطة. فنبدأ مثلا بالإكسرسايز ثيرابي. إكسرسايز ثيرابي لازم يتضمن فيه العلاج الحركي أنه هو يحتاج إلى explain need and role، ضروري ما يحتاج أن يشرح للمريض شنو هو الغرض من العلاج الفيزيائي، العلاج الحركي، التمرينات العلاجية. demonstrate the correct and appropriate pattern، فيه نماذج معينة من التمرينات العلاجية يشرحها للمريض ولأهله إذا كان هو طفل صغير أو كان مثلا استيعابه بسيط، فنستعين بأهله. أنه exact performance، ضروري ما يكون المعالج يقوم بالتمارين بدقة، يقوم به أمام المريض لكي المريض يقلده في التمارين. choose the symbols، يحتاج في البداية أنه هو يكون العلاج أبسط ما يمكن، أسهل ما يمكن، and progress gradually، بعدين يزيد صعبة مع مرور الوقت، يصعب التمارين زي بالضبط ما يقوم المدرب في النشاطات الرياضية المختلفة في أي فريق رياضي، يبدأ بالسهل وبعدين يزيد الصعب حدة التمارين أو اللياقة البدنية أكثر فأكثر. keep minimal number، يعني يحتاج المعالج أنه هو يحتفظ
بقدر معين من التمرينات، من التكرار، من الإعادة على الأقل يقوم بها المريض سواء قدامه أو في البيت مثلا. Included in the activities of daily life or living، يعني لازم التمرينات تكون متضمنة في داخل ما يسمى بال activities of daily life. شنو معناها؟ معناها أن في نشاطات يقوم بها المريض أو يقوم بها كل إنسان، هذه نسموها activities of daily life. هذه التمرينات أو النشاطات أو الواجبات يقوم بها كل إنسان، منها مثلا تنظيف الجسم، منها الاستحمام، منها مثلا قضاء الحاجة، تغيير الملابس، الأكل، الشرب. هذه في مرة تانية بالإمكان الاطلاع عليها في الدروس اللي نقدم فيها خاصة بالعلاج الفيزيائي أو الطب الفيزيائي. Competitive program، أن يكون فيه نوع من التنافس، لهذا يعني تكون التمرينات العلاجية أيضا موجودة في داخل فريق من المرضى، يعني ما يكونش مريض لوحده في البرنامج، يكون معاه مثلا 2-3-10 مرضى تانيين، يحدث نوع من التنافس بينهم. Repetition in multiple positions، يعني repetition يعني تكرار التمرينات باستمرار في أوضاع مختلفة بحيث ما يملش المريض. وما ننسوش طبعا relaxation، أنه لازم المعالج يعطي فرصة للريلاكسيشن، للاسترخاء، لتمديد العضلات بين الحين والحين، بحيث ما يحصلش نوع من التقلص أو النفور من التمرينات. وأثناء فحص المريض من قبل طبيب الطب الطبيعي أو الطب الفيزيائي، يكون هناك طبعا فحص سريري وتقييم للحالة. ضروري بيقوم الطبيب ببارامترز معينة، معايير معينة، باختبارات معينة، باش يشوف قدرة المريض على تحمل الاكسرسايز ثيرابي بالذات، والفيزيكال بارامترز او الفيزيكال ميثودز اللي هو بيختارها. فيختار طبعا اكسرسايز توليرانس، بيشوف كيف هي قدرة تحمل المريض على اداء التمارين. بيحتاج سيمبل تيستس، ديستانس تيست، كرومبتون تيست مثلا، تايم تيست، جريدد ستيب اكسرسايز تيست. هذه التمرينات، هذه الانواع من الاختبارات سنوضحها بعد قليل. ثم ينتقل الطبيب الى وضع خطه تلائم الايفالويشن اللي داره بالنسبه للبلموناري فانكشن، بشوف قديش عند المريض من عنده vital capacity، يعني سعته التنفسية جيدة ولا لا، مش يدير لبرنامج وبعدين يدهش المريض يتعب، طبعا هذا خطأ. وهذا طبعا لازم يقوم به الطبيب اللي دارس طب واللي هو يتحمل المسؤولية، بيقيس vital capacity، بيقيس 1 second forced expiratory، بيقيس ايضا الفوليوم باي سيمبل سبيرومتر تيست. هذه الاختبارات سنوضحها في الجزء القادم ان شاء الله. هذه شريحه بتبين نوع الاختبارات اللي مقوموا بها باش نفحصوا قدره المريض على التنفس، ما يسمى باختبار السعه التنفسيه سبيرومترز. هذا قدامنا جهاز يقيس السعة التنفسية عند المريض، هل يقدر يقوم بالتمرينات اللي نبغى نديروها، واللي يدهش والله شنو الوضع بالضبط. هذا مثلا رسم توضيحي يبين أنا كيف الطبيب يقيس السعة التنفسية عند المريض. المريض بيحدث زفير ثم شهيق في داخل أنبوب معين، والطبيب يقرأ نتيجة القوة التنفسية اللي عنده المريض، السعة التنفسية اللي عنده، يقرأها على الشاشة وبيسجلها بالكمبيوتر. وبهذا نأتي إلى ختام الجزء الثاني من Orthopedic Physical Medicine، واللي هو علاقة الطب الفيزيائي بجراحة العظام، وكيف نحن نستفيد من إمكانيات
الطب الفيزيائي أو العلاج الفيزيائي، نقولوا له العلاج الطبيعي، كيف نستفيد منه في مجال العظام، بيناه في هذا الجزء الثاني، سنستمر بعون الله في مع الجزء الثالث.